لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، اللهم لا شريك لك، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى ترتيب القرآن. قال: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. قبل ما نرى الكلام، ثلاثة أنواع: النوع الأولاني هو ترتيب الكلمات في الآية، النوع الثاني هو ترتيب الآية في الصورة، النوع الثالث ترتيب الصور في المصحف. الأولاني ترتيب الكلمات في الآية حكمه مستور المخ. الثاني اللي هو ايه؟ ترتيب الآيات داخل نفس الصورة. طب الثالث اللي هو ترتيب الصور داخل القرآن، وبالتالي المسألة دي هتفيدك في حكم التنكيس في القراءة. التنكيس يقول التنكيس، يقول قصدك ايه بالتنكيس؟ قصدك التنكيس في كلمات نفس الآية، ولا قصدك التنكيس في آيات نفس الصورة، ولا قصدك التنكيس ما بين الصور وبعضها؟ يبقى التنكيس هينبني على معرفة حكم الترتيب. واضح ولا ايه؟ نقرا الكلام. يقول: النوع الاول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمه في موضعها من الايه، وهذا ثابت بالنص والاجماع، فلا نعلم مخالفا في وجوده وتحريم مخالفته. فلا يجوز ان يقرا لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. واضح ولا ايه؟ بالنص، يعني ان الايه نازله كده اهو بترتيبها ده، واضح؟ ودي الإجماع على حرمة العكس، إنك أنت تعكس هذا الترتيب. يعني الترتيب ده ثابت نصا، هو الآيات نازلة كده بنصها. بخلاف مثلا لما نيجي في ترتيب الصور، ده ما فيهوش نص إن هي إن مين اللي بقى الأول، آل عمران ولا نساء؟ واضحة؟ النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح. إجماع ولا رابح؟ حاجة فيها إجماع وحاجة بيرابح. إيه اللي فيها إجماع؟ إن هو بيقول إن هي كونها كده ده إجماع، إن أنت بقى تنفذ ده على بعض. أنت مش يبقى الآيات اللي في الصور هو ده ترتيبها، هو ده ترتيبها بالإجماع، ماشي؟ الصحابة يعني إجماع ولا؟ لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنص الأول تم بالإجماع، يعني الناس هو اللي رتبها كده أهو، والصحابة أجمعوا على هذا الترتيب، يبقى الناس رتبها كده والصحابة أجمعوا على هذا الترتيب. لما كان بينزل الناس رتبها كده، لما كان بينزل الناس رتبها كده في الحفظ وفي الكتابة في الاثنين. على رأس المال صرفته. طيب يبقى بالنص، يعني مثلا نفسه هو اللي رتب الآيات في الصور كده، لأن خلي بالك من ترتيب النزول غير ترتيب الايه؟ الكتابة، غير ترتيب المصحف. يعني كان ممكن الآيات تنزل، والآيات دي زي الحديث اللي انت بتقول ان كان سببه في ضعف، لكن معناه صحيح ان كانت تنزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ضعوا هذه الآيات على رأس المئة من سورة كذا، ضعوا هذه الآيات في الموضع الفلاني كده، تمام؟ وممكن آية تنزل بعد آية وتتحط قبلها في الترتيب، زي ما يضرب مثال في صحيح البخاري: لو آية الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج. في نزلت الأول وبعدها في الترتيب نزلت: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشر، رغم إن في المصحف مين قبل مين؟ بعد 14 وعشرا في الترتيب، قبل اللي هي وصية الأزواجين متاعا إلى الحول. واضح؟ ده واضح بقى ان الترتيب الكتابي ده كده مقصود، الترتيب اللي هو المتلو والمقروء والمكتوب، يعني ده مقصود، وان ما لوش دعوه بسبب بترتيب النزول، ان في اختلاف ما بين ترتيب نزول الايات وترتيب وضع الايات في المصحف، تمام؟ فبيقول ان الترتيب ده ثابت بنص الاجماع. طب واجب لازم نلتزم بيه؟ بيقول: وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفه. يعني التنكيس في الآيات داخل نفس الصورة حرام على الراجح. يعني انت واحد دلوقتي يجي يقرأ آخر سورة البقرة ثم يلحقها بأول سورة البقرة، يقول: لا، ما ينفعش تجيب الآيات من آخر الصورة بعدين الآيات من أول الصورة في نفس مجلس القراءة. في خلاف بقى، هل ركعات الصلاة مجالس مختلفة ولا نفس المجلس؟ واضح الكلام ولا ايه؟
ده الواحد يقرأ في الركعة الأولى من أواخر سورة البقرة، في الركعة الثانية يقرأ من أوائل سورة البقرة، يمشي ولا ما يمشيش؟ دي فيها خلاف. ده هو هل الصلاة حاجة واحدة على بعضها ولا كل ركعة منفصلة عن الأخرى؟ الظهر عنه منفصل. بس على الأقل يكره، على الأقل يكره. تمام؟ إنما لو في نفس الركعة، لو في نفس الركعة قال آمن رسول أنزل إليه من ربه وبعدها قال فلان ينزل كتب الله رضا فيه، تبقى إيه؟ على رجحة. واضح؟ لو الركعة الأولى آمن رسول أنزل إليه من ربه وفي نفس الركعة بعدها قال فلان ينزل كتب الله رضا فيه. مش عشان قراءة واحدة، عشان القراءة لم تفصل إلا بذكر لله. لأن القراءة دي والقراءة دي كله ذكر، بس هو قراءتين بس مفصولين بإيه؟ بذكر. ما دخلش الشيطان في الموضوع، ما دخلش كلام مباح، ما دخلش كلام ما. ده كل ما بين القراءة والقراءة الكلام كله ذكر. يعني هو مناط إن إحنا القول بعدم مشروعية الاستعاذة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة. مبني يعني هي قراءة واحدة متصلة، ولا على إن الفاصل ده لا يشرع من أجله استعاذة جديدة. لا هو في فاصل، لكن الفاصل ده لأن كله ذكر لله فلا يشرع عليه استعاذة جديدة. بقول ان يعمل مسواح. بقول ان الاسكات دي فاصله. مالها؟ ليست فاصلا معتبره، ان هي قراءه واحده. وبناء عليه هيحرم التنكيس. وبناء عليه هيحرم التنكيس ده ما بين الايات وبعضها محرم. واللي هو بقول بقى ان مختلفه. هيقول بقى ان التنكيس ده كده مكروه. ويقول بقى المتواصل دي الأذكار دي تحالي خارج عن الصلاة يشرع لها بقى استعادة. لا هيقول برضو لا يشرع لها استعادة جديدة. ليه؟ لأن فاصل عبارة عن ذكر كله، مفيش حاجة من كلام اللي هو من كلام الناس من كلام الدنيا. واضح؟ يعني بيستدلوا بان الناس لما كان مثلا بيمر بآية فيها سؤال او فيها استعاذة او كده بيسأل ويستعيد، ما كانش يستعيد من جديد، ما كانش يستعيد من الشيطان تاني. فدل عن الفاصل الذكري اللي هو ذكر الله عز وجل لا يشعر بالصعب. انما لو واحد فصل قطع قراءته مثلا وتكلم كلام من كلام الناس وعد القراءه مره اخرى يشعر على تجديد الاستعاذه مره اخرى. في الاستعاذه لو واحد الله على السلام ورد على السلام بذكر الله على بركه يشعر مره ثانيه. فهو ده كده كلام اجل وخارج عن دي. القراءه الاستعاذه في خلاف في السلام عشان هو خطاب لواحد، في خلاف في توصيف ضمن ذكر ولا كلام لبني ادم ليس مناجاة لله فيشرع عليه استعاذة ثانية. الظاهر انه رغم انه كلام لبني ادم لكن هو ذكر الله عشان كده يشرع عليه الوضوء. وانت بترد السلام يبقى كده عليه ان حتى رد السلام او شمت واحد عاطس او شمت العاطس ممكن تكمل قراءة مباشرة بلا استعاذة. يعني التنكيس في نفس الركعة ده محرم. محرم على الراجح. التنكيس من الثانية بين الأولى والثانية مكروه على الراجح. نفس الركعة عايز يخلق تجيب من آخر السورة بعدين من أولها. هنفرض يعني. نجد إن المسألة فيها نص وإجماع ويجي في التطبيق. لا ثابت الترتيب ده بالنص والإجماع، لكن في خلاف هل التزام هذا الترتيب واجب أم لا؟ واضح الفرق ما بين الاثنين؟ ما هي المسألة كان محمد بيقولها في الأول، ولا الفرق ما بين ليه قال هنا في الإجماع ولا قال هنا في الواضح؟ هل في حاجة برضه باين إن في فعلا حصل كده؟ في أدلة اللي هي زي الحديث اللي هو طيب على طيب، اللي هو لما كان بلال بيقرأ وبيخلط بعض الآيات على بعض الآيات والناس أقروا على ذلك. عمر كان بيقرأ ويرفع صوته، أبو بكر بيقرأ ويخفض صوته، بلال كان بيقرأ ويخلط آيات من آيات، آيات من بعض الصور آيات من بعض الصور. طيب التزام قراءة السورة كاملة ليس واجبا. يقول خلاص ايه المشكلة بقى، جبت بعض السورة ثم جبت يعني قراءة بعض السورة في الركعة أو في المجلس جائزة ولا لازم تقرأ السورة على بعضها؟ جائز. فخلاص أنا قرأت البعض ثم قرأت البعض لوجه النظر، فنقول لا في نفس السورة داخل نفس السورة التزم بترتيب الآيات لأن ده ترتيب مقصود، وإن في آيات كانت بتنزل وآيات تنزل بعدها وتوضع قبلها، يبقى الترتيب داخل نفس السورة ده مقصود، ما ينفعش يخالف على الراجح. طبعا هنبان عليه مسألة تانية اللي هي مسألة ايه؟ واحد مثلا ينفع واحد يقرأ الركعة الأولى مثلا يقرأها مثلا برواية حفص والركعة الثانية بشعبة، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا لو قلنا بعدم جواز الخلط في القراءة، هو الراجح جواز الخلط في القراءة طبعا، بس لو قلنا بعدم جواز الخلط في القراءة
يعني ان لازم المجلس الواحد يبقى بقراءه واحده كله. لو فرضنا ان احنا هناخد القول ده ينفع بقى اقرا الركعه الاولى بالقراءه والثانيه بالقراءه؟ على الراجح في القول ده ان ينفع مع القراءه. واضح ولا ايه؟ وهو اصلا الراجح ان اصلا يجوز خلط القراءه. تمام تمام. بس على الاقل المتفق عليه ان على الاقل الاصول يستحب الا يخلط فيها. واضح ولا ايه؟ يعني استحب عدم الخلط في الاصول. في اصول في فرش الاصول اللي مثلا زي مثلا صله من الجامعه زي الندود زي مش عارف ايه. انت مثلا ماشي مثلا بانك انت مثلا مد بدل بتمد ورش مثلا لازم منو عمل الصلاه مثلا فمشيت على كده بقى تكمل على طول. طب على طول دي تشمل كل الصلاه ولا كل ركعه؟ هنا الخلاف. فلو قلنا ان الصلاه قراءه واحده يبقى كل الصلاه استحباب قول. لو قلنا ان هي لا الصلاه كل ركعه قراءه يبقى استحباب برضه بس خفيف. واضح؟ ولا يجوز ان يقرا مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري ولا يستون منكم وذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. رضي الله عنهم يعني عبد الله بن الزبير والزبير وعثمان. قد نسختها الايه الاخرى يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره. وهذه قبلها في التلاوه يعني دي الايه رقم 32 دي رقم 34 فلما تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه. خطر في كلمه ايه؟ مكانه. يبقى دي مكانها اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حطها فيها. لا اغير حاجه مش من عند انا يبقى من عند مين؟ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هو اللي رتبها الترتيب ده. وده صحيح البخاري. وروى الامام احمد وابو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات العدد. فكان اذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الايات في السوره التي يذكر فيها كذا وكذا. بس ضعف شكرا ممكن معناه صح يغني عنه كدليل. احنا عندنا طبعا حديث اللي فات بتاع الصحيح ده حديث قوي جدا في الدلاله. وكذلك حديث صحيح مسلم ان النبي قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تكفيك ايه الصيف التي في اخر النساء. يبقى دل على ايه؟ ان كان السوره مش بتنزل على بعضها كانت بتنزل اجزاء وكانت النبي هو اللي بيحط الجزء ده في الحته دي. يعني الايه دي نزلت ونسم اللي حطها هنا في اخر السوره دي ودي هنا تتحط في السوره دي. يبقى كان الترتيب بتاع الايات محسوب. في ايه؟ ايه الصيف التي في اخر النساء اللي هي ايه الكلاله. طيب ماشي هي دي كده دلالتها ظاهر على المعنى اللي حضرتك بتقوله. بس مش زي ظهور ده حديث بتاع البخاري ده. دي بيحكي بس ان الايه في اخر سوره النساء. لا هي ايه الصيف التي في اخر النساء ده معناها نزلت في وقت ثاني غير بقيه الايه؟ غير بقيه السوره. نزل في وقت منفصل عن باقي السورة. فين يعني فين بقى الثاني يعني هقول له تكفيك الآية التي في آخر النساء آية السيف يعني لو واضح إن هي نزلت في وقت غير وقت بقية السورة. طيب ودليل ثالث بقى اللي ما ثبت متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة السور كما هي. يعني السور اللي احنا اللي بنقراها دي ثبت متواتر عن انه كان يقرأها هكذا بهذا الترتيب. اللي خلفه في المسألة دي وقال ان المساله ان الترتيب الاجتهادي حديث ضعيف. قلنا حديث صحيح اللي هو حديث بلال. والحديث الثاني ضعيف اللي هو حديث في المسند ان عمر قال عن اخر ايتين ببراءة لو كانت ثلاث ايات لجعلتها سوره على حده فانظروا سوره من القران فضعوها فيها فوضعوها في اخر براءة. ده اللي استدل بيه عشان خلاف اللي هنا على الراجح ليه على الراجح من الادله اللي استدل بيها ايضا الحديث ده كان حديث ضعيف ضعف مش احنا شكل في المسند. يبقى حديث اسمه ضعيف ومعناه ضعيف. كل ده الثاني ليه بيقول على الراجح؟ ليه في خلاف المساله؟ من ادله اللي خلفه الحديث الضعيف ده ان عمر قال عن اخر ايتين ببراءه لو كانت ثلاث ايات يعني كانه وضعها في اخر سوره براءه الصحابه اللي حطوها مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي حطها. ولو كانت ثلاث ايات لو كانوا ثلاثه مش اثنين لجعلتها سوره على حده فانظروا سوره من القران فضعوها فيه. شوفوا لكم سوره حطوها فيه فوضعوها في اخر براءه.
اولا ضعيف، وثانيا يخالف ما ورد عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال انا مثلا اقراه هذه الايات بعد ثم انصرفوا صرف الله كله. يبقى مثلا هو اللي اقراه اياه في اخر ايه؟ في اخر سوره البراءه. هو مثلا اقراه هذه الايات بعد الايات اللي في اخر البراءه اللي هي ثم انصرفوا صرف الله كله. فالنوع الثالث قال ترتيب الصور بحيث تكون كل صوره في موضعها من المصحف. وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. في خلاف بقى ترتيب الصور على ثلاث أقوال: قول ان ترتيب الصور توقيفي، وقول ان ترتيب الصور اجتهادي، وقول ان ترتيب الصور بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. هذا الأقوال. ثاني قول ان ترتيب الصور توقيفي، يعني الصور اللي مترتبه معانا في المصحف كده زي ما هي كانت مترتبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني ان هو ايه؟ اجتهاد، يعني الصحابة اللي اجتهدوا في هذا الترتيب. ليه؟ لأن وارد عن الصحابة اختلاف المصاحف، مصحف ابن مسعود والمصحف عثمان غيره، وكان كل مصحف ليه ترتيب في الصور مختلف عن الآخر. والقول الثالث ان هو ايه؟ بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، وده الأقرب، وان المعظم توقيفي، يعني ان الترتيب في الجملة توقيفي، لكن بعض الصور الترتيب بينها اجتهادي. واضح ده؟ ليه؟ لان الصحابه كانوا بيختموا القران، زي ما يجي معانا لسه لما كان مساله حفظ القران، الصحابه كانوا بيقراوا القران وبيختموه، مثلا كان بيقرا قدامهم في الصلاه وبيقوم الليل، وكان هو دايما يعني زي مثلا سبع طوائف، الاول البقره، بعد كده النساء او ال عمران، بعد كده المائده، بعد كده الانعام، بعد كده الاعراف. يبقى هو الترتيب ثابت، الخلاف في النساء ولا ال عمران. فتلاقي المعظم توقيف والبعض اجتهاد. واضح ولا ايه؟ اجتهادي بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا مش فاهمين هو نزل قدم النساء على آل عمران لان هي قبلها، ولا لسنة اخرى وهي تقديم السورة الاطول على السورة الاقصر. فالحال ايه؟ وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وكيف يستدل عن الترتيب اللي في المصحف معنا ده؟ مش واجب. وعلى رأيك مش واجب، حتى لو قلنا انه سواء قلنا توقيفي او اجتهادي او معظمه توقيفي وبعض اجتهادي، لكن هذا الترتيب في القراءة ليس واجبا، يعني يجوز الايه؟ انك انت تعكس. وده ثابت عن نفسه انه عكس النساء ثم ايه؟ ثم الانوار. وروى البخاري تعليقا عن الاحنف انه قرأ في الاولى بالكهف وفي الثانية بيوسف او يونس. شك. وفي الرواية الموصولة ايضا هي يونس بلا شك، يعني الرواية الثانية هي يونس مش يوسف. وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما، يعني بإيه؟ بالكهف وبإيه؟ ويونس. مين الأول في الترتيب؟ يونس قبل الكهف، ومع ذلك وصلى بالكهف قبل إيه؟ قبل يونس. تمام. طيب ثابت كذلك عن مثلا في مسألة في حديث اللي هو النظائر التي كان يقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان كان يقرأ المدثر وعلم الزمن، كان يقرأ مثلا بالإنسان والقيامة أيهما قبل في ترتيب مصحف القيامة، لكن كان يقرأ بالإنسان قبل القيامة، كان مثلا يقرأ بعما يتساءلون والمرسلات عرف أيهما لا بالترتيب كيف فليه بقى؟ لأن هناك سنة أخرى، عندك سنة أنك أنت تجيب الصورة المقدمة قبل المؤخرة، وفي سنة ثانية أن الصورة الطويلة قبل القصيرة، إذا تعرضت السنتان أيهما مقدم؟ الطويلة قبل القصيرة. واضح؟ وإن الإنسان أطول من القيامة فيتقدم عليه، المدثر أطول من الزمن فيتقدم عليه، وهكذا. كان يقرأ بالطول والذريات. عموما يعني ترتيب مستحب، تمام؟ ترتيب ما بين الصور مستحب. مستحب بقى عموما ده. اه، يبقى لو قلنا التنكيس في الصلاة بمعنى إنك أنت تقرأ مثلا قل أعوذ برب الفلق أو بجدي خلاص خلينا نقول صريح جدا 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 أقرأ الغاشية ثم العرق. هذا هذا حكم ايه؟ فلا مكروه او خلاف الاول. طيب قال الشيخ الاسلام ابن تيميه: تجوز قراءه هذه قبل هذه وكذا في الكتابه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابه رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سماه الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على ان لهم سنه يجب اتباعه. وده برضه ترجح الشيخ الاسلام زي الشيخ المعتمين بيقول ان ترتيب الصور ايه؟ اجتهادي. هذا مطلق كده؟ مطلق. نعم. طيب كتابة القرآن والجمع مسألة ايه؟ صعبة شوية.
انا اصلا هناخد من اخدهم كان حفظ صدور وحفظ صدور واضح؟ كان حفظ بالقراءة والتلاوة وحفظ بالايه؟ بالكتاب اسماء القرآن اشهر اسمين من اسماء القرآن ايه؟ القرآن والكتاب ليشير الى هذا المعنى وان الاصل في حفظ القرآن الايه؟ الصدر يعني حفظ الايه؟ الصدور اللي هو الحفظ المقروء المتلو المسموع ده الاصل في حفظ القرآن وتناقله وتواتره لكن كذلك القرآن أثبت أيضا مكتوبا فعشان كده هنتكلم على مراحل كتابة القرآن بس نشير الأول لمسألة إيه حفظ القرآن اللي هو بالحفظ اللي هو المسموع المتلو تمام وقبل ما نشير الاثنين أصلا نتكلم على أهمية مسألة حفظ القرآن أنت دلوقتي المشكك في الدين هل له أن يتكلم أصلا عن مسألة حفظ القرآن من عدمه؟ في الحياة لا ليه لأنه بيقول القرآن ده مخترع من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو تلقاه من غير من أهل الكتاب تلقاه من تعلمه من بشر حلو كده يبقى هو أصلا ملوش نتكلم في مسألة تنقل القرآن لأنه بيطعن في أصل القرآن إنما إحنا العكس غير صحيح فإحنا لينا إن إحنا نتكلم على عدم ثبوت الإنجيل وعدم ثبوت التوراة ليه؟ لأن إحنا بنقول إن الأصل هو من عند الله لكن حصل إيه؟ تحريف فبنشوف بقى في المرحلة اللي حصل فيها تحريف او هل ثابت ان هو ده الذي قاله عيسى عليه السلام هل ده اللي قاله موسى عليه السلام ولا لا فمسألة الثبوت احنا نكلمهم فيها لما هم ما يكلموناش فيها لان هم الاصل عندهم مش ثابت هم بيقولوا ان ده اصلا ليس كلام الله ده افتراء من النبي صلى الله عليه وسلم طب خلاص بقى ما تكلمنيش على مسألة الثبوت اصلا واضح يبقى كلمني بقى يعني افترض معي ان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم هل كده نشوف بقى انت بتقول ان هو قاله من عند نفسه ده ينفع يبقى قاله من عند نفسه ولا ما ينفعش واضح تمام دي مش تمام بيوم الجماليه اصلا مثلا ما بيقولش بيجيب القران كله على الله طيب الاحتمالات العقليه عندنا اما ان يكون بعد الكلام في الثبوت هنتكلم على الثبوت لسه والنوعين بتوعه إما أن يكون النصر قاله من عند نفسه أو تعلمه من أحد أو جاء به من عند الله في احتمال رابع صح؟ طيب قاله من عند نفسه وتعلمه من أحد ده باطل قطعا ويقينا ليه؟ لو قاله من عند نفسه على الأقل خلينا في الدليل النفسي يستحيل أن واحد يبقى يأتي بهذا النموذج العبقري المعجز لكل البشر ويروح ينسبه ليه لأنه أتى من عند الله نفسه في نظره هو إيه ينسبه لنفسه دون تفضل إخ مثلا نتكلم بأحاديث بأسلوب آخر ولا أخذ خلطة بين هذا وذاك فضلا عن آيات المعتبرة مش هيقعد يقول لنفسه عبث يتولى أنجى والأعمى مش هيقول لنفسه ولو لأن ثبتناك لقد كنت تركا وإن شاء قليلا إذا لأدخناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تزد لك علينا نصيرا مش هيقول لنفسه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه مش هننتظر في حادثة الإفك شهر كامل الناس تتكلم في إفكه وهو يحاول يعمل يجيب حل يحاول ما فيش فايدة في الآخر خالص ينزل على الواحد إذا الاحتمال الأول ده مستحيل والاحتمال الثاني كذلك مستحيل ليه لأن لو كان وقع وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا استعملوا ذلك في إبطال دعوة النبوة منه صلى الله عليه وسلم لو تعلم أهل الكتاب كان مين اللي هيعرف كلام ده على الأقل كان الروم هيعرفوا ده تمام لأن هم أهل الكتاب أهل العلم بالكتاب إنه سمح ربهم في حياتي ودعاهم إلى الدخول في دين الإسلام في حياتي فلو كان الكلام ده صح وإن الكلام اللي بيقوله مأخوذ من كتبهم اللي هم معاهم دلوقتي لكان طعنوا فيه بإيه؟ بذلك النصارى كان بينتصر عليهم وكان من أعظم أسباب الانتصار إن المسلمون معهم الحق الذي لا يقهر حق الحجة يعني التي لا تقهر فكان أكثر حاجة قدروا يطعنوا بها في دين الإسلام إن هو إيه؟ لا ده واخده من الكتاب الفلاني وهو الكلام ده والكلام ده وزي بعض وكده فدل كذلك على انه ايه الاحتمال الثاني ايضا باطل فلم يبقى الا الاحتمال الثالث ان هو ايه جاء به من عند الله عز وجل تمام طيب او لو جينا كده يعني لو جينا نقول كده ادله ان القران كلام الله سريعا كده نجيب كده باختصار كده يعني هنقسم كده 10 ادله سريعا اول دليل الاعجاز اللغوي ثاني دليل الاعجاز التشريعي ثالث دليل الاعجاز العلمي رابع دليل الاخبار بالمغيرات الماضيه والمستقبله طيب الاعجاز اللغوي ثم الاعجاز التشريعي ثلاثه الاعجاز العلمي اربعه
الاخبار بالمغايرات الماضية والمستقبل. واحنا كلامنا في الاول عن مسألة عن الاربعة عن الحاجات دي معظمها كلامنا عليها في المرات اللي فاتت. الاعجاز اللغوي، الاعجاز التشريعي، الاعجاز العلمي، الاخبار بالمغايرات الماضية والمستقبل. رقم خمسة تأخر الوحي، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنة يتكلم بكلام، ثم في كلام على غير نمط الكلام الغريب. ممكن تقول مثلا طب خلاص جات له طفرة عبقرية بعد 40 سنة، طب خلاص هتبقى الطفرة دي كل كلام مش في كلام الكلام ده. تمام، الدليل احنا كده كام؟ 5 و6. السابع تطاول مدة نزول القرآن، ودي فرصة لمن يريد أن يثبت أنه يأتيه لأنه يتعلم من شخص أو أنه يكتب أو أنه يؤلف أو طول مدة نزول القرآن، ده دليل في حد ذاته. طيب دليل الثامن أمية النبي صلى الله عليه وسلم، أمية النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن، ده القدر المجمع عليه من الأمية اللي هو الايه؟ الأمية قبل نزول القرآن. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، عدت علينا بكده في العلماء في مسألة استمرار أمية النبي صلى الله عليه وسلم من عدمه. فالمهم يعني الناس كان أمية قبل أن ينزل القرآن بمجمع عليه. طيب في قولين بقى، في قول ثلاث أقوال، استمرت الأمية ده قول، زالت الأمية ده قول، استمرت وزالت سوال مؤقت في صلح حدادية ده قول. في بعض الروايات انه ايه مثلا نحى محمد رسول الله، فبعض ما بيقولوا ان هو كتبها النبي صلى الله عليه وسلم زالت امنيته في هذا الوقت زوالا مؤقتا، علمها الله كيف يكتبها فكتبها، وان في الروايه ان هو كتب ولم يكن كاتبا. وبعضهم يقول لا ده كتب دي بمجاز عقلي، ده مجاز الاسناد، زي بنى الامير القصر، والامير مش هو اللي بنى، ده وجد بنى وبنى بس في عهده وبامره، فكذلك نظم كتبها يعني امر علينا نكتبها. بس هو لم يكن يكتب دي، بس الروايه الثانيه او الروايه لم يكن كاتبا دي بتشير الى القول ده، بس في روايه ثانيه صريحه في ان هو قال علي اكتب كذا. أيوة. هو يكون متعرضتين يعني، يا تصحح دي وترجح ده ودي وترجح ده ودي. طيب تسعة آيات العتاب في القرآن، 10 الدليل النفسي. الدليل النفسي بقى اللي احنا بنقوله دلوقتي اللي هو بالذات كلام هم نفسه مش قادرين، دي نقطة. ومن الدليل النفسي أيضا خلو القرآن عن ملامح تعظيم النفس للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ده في آيات عتاب عكس، وعن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية. يعني مثلا مفيش ذكر مثلا المصائب التي حلت بيها، مثلا لما عن الحزن مثلا مات خديجة ومات أبو طالب مش عارفين، مفيش ذكر الكلام ده في القرآن. مفيش ذكر مثلا لأبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، مفيش ذكر مثلا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا اللي هم قصة زينب وتزوج الله عز وجل له. فتلاقي الاحوال الشخصيه المفروض انت بتالف كلام، هتجيب تغيير انت تجيب ايه ظروفك واحوالك وتحطها. طيب نتكلم بقى على حفظ القران، ماشي، ناخد بس حفظ الصدور حتى وشروط الايه. طيب يعني الاول، هل يشك من القران محفوظ حفظا متواترا من زمان مثلا الى زماننا؟ لا، نشوف الاول زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نشوف النبي صلى الله عليه وسلم حفظه ثم ايه الصحابة وجيلهم، وبعد ذلك الحفظ تاني يزداد. وده واضح ان عدد حفظة القرآن جيل ورا جيل بايه بيزداد، مع زاد عدد المسلمين بيزداد عدد الحفظة للقرآن. تمام، فالاول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفظ القرآن زول بامنا لانه ايه كان يحفظ القرآن، وكان جبريل يأتيه كل رمضان يدارسه القرآن عشان تأكيد وتمثيل الايه الحفظ. حلو كده، يبقى ده حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة الشرعية على أهمية حفظ القرآن كثيرة جدا، من ضمنها يا سيدنا فسألت حفظ القرآن الحفظ ولا القراءة ولا التدبر والمسألة دي، الأدلة على إن حفظ القرآن عبادة. لا تتمنى يعني إيه؟ لا
احنا دايما في المسائل دي اللي عندنا طرفين وسط دايما بتلاقي ناس بتمشي طرفين وسط. احفظ القران ده عباده، تدبره وفهمه وعمل به عباده. دايما هتلاقي واحد يميل للحفظ بدون فهم وتدبر وعمل، ودايما يميل واحد للفهم وتدبر وعمل بدون حفظ، والوسط جمع ما بين الاثنين. فايه الادله على ان الحفظ له عباده اصلا؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يبقى الأصل في القرآن هو يكون محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، يبقى العلم منه حفظ هذه الآيات الفضل ثم الفهم والعمل والطلب. ماشي، ايه كمان الأدلة؟ حديث مشهور قوي، اقرأ يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ايه حديث الماهر بالقران مع فقر كلام ده، يعني الماهر بالقران يقرأ كويس، يقرأ ايه غيبا، وده يشمل ان يكون يحسن التلاوه وان يكون يحسن الحفظ، يشمل الاثنين دول الاثنين على بعض. وصل دي ولا ايه؟ فهم في الحديث ان ده ظاهره اصلا كده، والروايه الثانيه الافرح اللي هو لا مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. دي رواية تفسيرية للرواية الأولى. والحديث إن فسر ماهر بإيه؟ حافظ. ثانية الرواية الثانية بتقول مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، والذي مثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. يعني ايه معنى الاولاني اللي هو ماهر بالقران؟ يعني انت لو قمت تقرا كده تصلي بالليل هتلاقي نفسك ايه بتجيب بتقرا انت كده ماهر بالقران. طيب تتعطى فيه يعني ايه؟ عمال مش فاكر الايات. هو ده اللي بتتعطى فيه. طب كنت اتولدت في الدوله من اول ده كنت بقرا في الدين. ودي ظاهره جدا برضه في الحفظ. وقال صاحب القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلك كان باخر ايه كنت تقراها، يعني كنت تحفظها. والا ما انت ما كل الناس كل اللي بيتعلمون القراءه كده يعرفوا كل حاجه. كنت بقرا انا كنت ايه تحفظه. تمام، وزي قول الله عز وجل فبقرئه فلا تنسى، اذا قال لك لا تحرك به لسانك ارتفعت الغين علينا ما هو قران، وزي معارضه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام القران، وزي قول مثلا تعاهدوا هذا القران فالذي نفس محمد بيده لهو اشد تثبتا من الابل في عقولها. وزي حديث البخاري ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. يعني ايه كتابا لا يغسله الماء؟ الصدور، يعني في الصدور ليس في الصحف والسطور، ان من الطريقة مضطرب بك. ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، ده محفوظ. يعني زي ما ورد في بعض الآثار عن الصحابة انا جلوم في صدوري. فدي كلها أدل على إيه؟ على فضل حفظ القرآن ووجوب حفظ القرآن وجوب كفاية. طيب يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حفظ الصحابة للقرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى اتصال السند. حلو كده؟ هل مثلا كان يقرأ الصحابة القرآن ولا لأ؟ هل يهتم بحفظ القرآن ولا لأ؟ عندنا حديث ابن مسعود إن هو قال أخذت أكثر مثلا تحفيظ مباشر. يبقى مثلا كان مهتم بإيه؟ بتحفيظ الحديث عن الاصحاب او الحديث كان يعلمهم كان يعلمهم سورة من القرآن. ممتاز. وحديث عمر بن الخطاب في تتبع منزل من الوحي، وكان يروح يوم يروح الارض ويشتغل وثاني يوم يعمل ايه؟ يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم ويروح يحفظ جاره في اليوم ده، وجاره يروح اليوم الثاني ويجي يحفظه هو اليوم ده. وكان الصحابة حريصين على ايه؟ على حفظ ما ينزل من القرآن. والحال ايه؟ ده عمر بن الخطاب وده ابن مسعود. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الرواية اللي هو حديث لما كان بيقرأ القرآن كل ليلة في الرواية جماعة القرآن فقرأت به كل ليلة. فمثلا قال له اقرأه في كل شهر، اقرأه مش عارف كل مش عارف ايه لغاية ما في الآخر ايه؟ ان اقرأه في سبعة أيام لا أفضل من ذلك. في الرواية لا تزد على ثلاث، لا يفقه القرآن من قرأته أقل من ثلاث. المهم هو كان بيقرأ القرآن يعني النازل في وقتها كان بيقرأه كل ليلة. فده يدل على حفظ الصحابة القرآن، كان فيهم حافظة كتير. برضه شبهة إن ما حفظش القرآن غير أربعة من الصحابة فيهم يعني.
طيب كذلك من أدلة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب إن أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة إيه؟ البينة. وبل أمر ابن مسعود إن هو يقرأ عليه سورة النساء. وقراءة الأشعريين بالليل عشان حزبنا نفسنا يقول إني لا أعرف منزل الأشعريين من قراءتهم وإن لم أكن بأيكون أين نزل يعني من أصوات إيه؟ قراءة القرآن بالليل قيام القرآن. وحديث البئر المعونة في الجهة الثانية من حفظ القرآن في الجهة الثانية. وبعد كده في معركة اليمامة برد قتل حوالي 70 من حفظ القرآن. عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة واحدة القرآن من أول أخذ في الوسط في الكعب عند الكعب. وده أثر صحيحنا وصحيح الشيخ الألباني تمام. يبقى أثر كثير جدا تدل عليه على حفظ الصحابة للقرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تحفيظ الصحابة للتابعين عارفين حديث أبي عبد الرحمن السلمي اللي بيقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن علي بن أبي طالب ومش عارف ابن مسعود. فيبقى كان الصحابة بيحفظوا إيه التابعين القرآن من النماذج الجميلة جدا تلاقي 1600 واحد ومرتبهم حلقات كل حلقة 10 وعليهم إيه الرئيس العزيز يحفظهم والعارفين كلهم بيرجعوا له يقرأوا عليه. مين اللي درس الحلقة دي بعد الدرجة ما مات؟ أحد القراء السبعة. احنا بنقول في الشاي مين اللي كان شاي من القراء؟ طبعا لا هو مش طبعا اسمه كده اسمه مكي مكي أبو عمرو بس مثلا مدن الشامي ابن عامي ابن عامي عبد الله ابن عامي ده تابعي هذا أعلاهم أصلا أعلى قراءة سبعة في الطبقة ابن عامي ده تابعي وده اللي مسك بعد أبو الدرداء الحلقة في ابن حلقة الشامي جرى دمشق في الفتاة مهد كويس 1600 ده نموذج بس لقراءة الصحابة وإلا من النماذج الأعظم كمان إن الصحابة رغم انشغالهم بأعباء الخلافة لكن كانوا يقرؤون القرآن. يعني عثمان بن عفان وهو في خلافته كان يقرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب في زمن خلافته كان يقرأ في مسجد الكوفة. أشوف رغم انشغال بأعباء الخلافة لكن كان يقرأ القرآن ويحفظ القرآن. يعني أبو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وهم في الخلافة وكانوا بيقرؤوا القرآن. يدل على حرص الصحابة على إيه؟ على قراءة القرآن من السلام وحفظه ثم على تحفيظ مين؟ التابعين بعد كده تمام؟ مش كفاية ذكرى لما كنت انتهي البحث بتاع شرح بتاع حفظ القرآن كتب علوم القرآن كتب علوم القرآن زي ده هو ده ما هو احنا عايزين البحث كده يكون لنا من شد المسائل بقى هذا ممكن هتلاقي حاجات منها موجوده لما بحث كتب علوم القرآن الاوسع الاتقان للسيوطي ومش عارف نهج العرفان ومش عارف كل كل واحد بيعمل في الاول مصادر فيها مسائل بس انت دفعت كتب في كتب بتجيب حاجات وفي كتب بتجيب حاجات في كتب بتجيب المعلومات الاساسيه وما بتجيبش الشبهات وفي كتب كده. طب الاتقان بتاع السيوطي جايبه؟ جايبه بس مش كل الاثار كده مجمعها مش كل حسن مجمعها بس كده حاجات كتير منها كويسه. طيب بس يعني هو نبحث ده نبحث مهم عشان في يعني في حته اللي هو الطعم في مجالات كتب القران كده يعني نبحث مهم يعني كده انت تهتم بيه يعني. طيب بعد زمن السبعين بقى هتلاقي بقى الحفظ زاد والقران اصلا الكتب اللي هي الغبوبه في حفظها بتلاقي البني ادم بيبقى اعجمي يعني لا يحسن اللغة العربية ومع ذلك ايه يحفظ القرآن كله من الأول إلى آخره تمام. نسأل بقى الأربعة اللي هم بيقولوا حفظ القرآن هو صحيح البخاري. طبعا دي مشكلة الناس اللي بتعتمد في الايه على صحيح البخاري فقط دي مشكلة. يقول لك البخاري ما فيهوش غير سبع حفظ القرآن ثلاث أحاديث كل حديث فيه شوية ولو حذفت المكرر يطلع لك في الآخر سبعة لحفظ القرآن. فأولا أنت ما بتستدلش في نقطتين. أولا احنا ما بنستدلش في صحيح البخاري بس هو في ناس تعتبر ان السنه هي البخاري حلو كده. النقطه الثانيه ان مش لازم الاحاديث المباشره الصريحه اللي فيها ان فلان حفظ القران في احد الناس في ادله ثانيه واضح ولا ايه؟ تمام. طيب الثلاث احاديث صحيح البخاري فيها الاسماء اللي هم النص على اسماء حافظي القران في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ان الرسول قال خذوا القران من اربعه من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وابي بن كعب. ده حديث جايب اربعه خذ القرآن الأربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب.
الحديث الثاني في البخاري برضو عن قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل ودول متكررين وزيد بن ثابت وده زيادة على اللي فات وأبو زيد قلت من أبو زيد قال أحد عمومتي ده أنس اللي بيقول هو اسمه زيد أبو زيد بن ثابت فإذا فيها في اثنين زيادة هنا بقى المجموع ده كام ثلاثة الحديث الثالث عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد الزيادة هنا مين أبو الدرداء إذا كان مجموع كام سبعة صنف الخير طيب بتقول في الحديث ده في الأحاديث دي وأمثالها إن بلا شك ليس المقصود الاقتصار على هؤلاء الأربعة فقط وإلا هم مش أربعة وكل واحد دول أربعة كل مرة تلاقي ناس ثانية غير الناس الأولين فبيبقى ده دول أنواع مش المقصود الأربعة غير إن هو ثابت عن غير هؤلاء الأربعة حفظ القرآن زي الخلفاء الأربعة زي ما هي الخلفاء الأربعة نصب على الناس كانوا حافظين القرآن ده الجمهور بيقول انه في خلاف طبعا في الخلفاء الأربعة كانوا حافظين القرآن ولا لا بعض الناس بيقول عنهم ان هم الإسلاميين كانوا حافظين القرآن عشان الآثار اللي هي الواردة زي ما عمر الخطاب حفظ البقرة في 12 سنة دي لكن مين اللي قال ان هم كانوا حافظين القرآن مين اللي رجح كده يعني أبو عبيد القاسم السلام في كتاب القراءات بيقول ان هم في الخلفاء الأربعة كانوا حافظين القرآن ابن كثير في ديوان النهاية رجح كذلك ان هم في الخلفاء الأربعة كانوا حافظين القرآن وابن حجر فتح الباري رجح كذلك ان في الخلفاء الأربعة كانوا حافظين القرآن ان أنس يستحيل ان يعلم من الذي حفظ القرآن كله يبقى هو بيخبر عمن ايه عمن يعلم انه حفظ القرآن او انه يقصد ان هؤلاء حفظوا جميع الأحرف السبعة وضح الله او ده اللي رجحه ابن حجر انه يخبر عن الخزرج عن قومه يعني الاربعة دول من الخزرج هم الخزرج هم اكثر قطعة طيب يقولون ابن حد عدو اللي هو حافظ الكتاب بتاعهم من ساعة ما انا ده يقول اكثر ثلاث مسلمة بطرش وضع اصل طيب طيب ابن عمر هو بسأل بقى حفظ البقرة ابن عمر وعمر والد الأول عن ابن عمر ان هو حفظ تعلم البقرة في 8 سنين ده رأى المالك في الموطأ بلاغا اسناد منقطع يعني ضعيف والد بقى الاسناد صحيح عن ابن عمر انه تعلم سورة البقرة في 4 سنين تعلم دي تشمل ايه؟ الحفظ الألفاظ اللي هو زي ما تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا تمام طيب أما بقى حديث عمر بن الخطاب رواه البيهقي في شعر الإيمان اسمه ضعيف اللي هو أن عمر تعلم البقرة 16 سنة حتى لما أتمها نحر جزورا لما خلص ده بحث ده بقى اسمه ضعيف مع أن القصة مشهورة جدا يعني بس اسمه ضعيف حديث ضعيف يعني ما ينفعش تنفي ولا تثبت وصلت ولا ايه؟ يعني ما نقول ان حديث حفظ عمر في 10 سنين في 12 سنه حديث ضعيف هل معنى كده هو ما حفظهاش في 12 سنه؟ لا هو مش ثابت انه حفظها في 12 سنه بس لا تثبت ولا تنفي وصلت ولا ايه؟ في احتمال ايه؟ في احتمال طبعا وارد جدا لكن احنا بنقول اولا الاثر ده بيستدل به الشيعه على الطعن على عمر وعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلو كده بيقول ان هو خطاب واحد على حد لفظهم يعني بيقول ان هو واحد ضعيف العقل بليد ضعيف الحفظ قعد 12 سنه يحفظ البقره هو الاخر نفسه وان ده كان ضعيف لكن لفظه ايه؟ تعلم سوره البقره في 12 سنه يعني مش حافظ سوره البقره يبقى تعلم اللي هو حفظ الالفاظ وحفظ وحفظ المعاني بتاعتها والعمل بهذه المعاني تمام فدي نقطه النقطه الثانيه ان احنا عندنا اثر عمر الخطاب ان هو كان ايه؟ يتتبع الوحي هو ايه وجاره الانصاري كان ده في يوم ويأتي بخبر الوحي وده يوم ويأتي بخبر الوحي عندنا كلام مما يدل على حفظ عمر بن الخطاب ما ثبت ان عمر قرأ سورة النحل على المنبر في يوم الجمعة وانه قرأ في الفجر بسورة يوسف وسورة وسورة الحج واعظم من ده كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري قال بين انا نائم وفيت بقدح لبن
فشربت منه حتى اني لارى الري يخرج من اظفاري، ثم اعطيت فضلي لعمر. قالوا فما اولته يا رسول الله؟ قال العلم. يبقى شوف بقى حال عمر الخطاب في العلم عامل ازاي؟ حديث صحيح البخاري. فشوف بقى ان هو مكان حافظ القران. ولكن ذلك القران يعني. هو العلم غير القران. طب وابو بكر؟ ابو بكر الصديق مثلا قال يا ام القوم اقراهم من كتاب الله. ومثلا لما في مرض وفاه مين اللي جعله ام الصحابه؟ ابو بكر. ابو بكر رضي الله عنه ابتنى في داره، هو في مكه ابتنى في داره مسجدا وكان يقرا فيه القران ويصلي. طيب يعني الصحابه، هو الصحابه كان ايه وراهم غير القران اصلا يعني. ماشي. لكن انت بقى هي في نقطه بقى فعلا هي ايه؟ ان الصحابه ما كانتش همتهم في الحفظ فقط، لا في جمع الحفظ مع ايه؟ مع الفهم والعمل. هي دي بقى الاتزان اللي احنا عايزينه. زي ما قلت لك الناس طرفين وسط، في طرف يزهد في الفهم والعمل، لا تحفظ بس، هم اهم حاجه الحفظ واهم حاجه تبقى ايه؟ تقعد تقول متشابهات ومش عارف ايه وبتاع، لكن اهتمام بعمل ما فيش. وفي المقابل الطرف الثاني يقول لك اهتم بالفهم والتدبر والعمل. الحفظ يا اما تزهيد فيه صراحه او تزهيد فيه بالحال، كانت تتحط في الاخر كده مثلا ايه، واحنا طبعا مش بنزهد في الحفظ، بالعكس ده احنا بندعو للحفظ، بس انا معاها مش عارف ايه حتى كده تتحط في الاخر مبذر الغامض في الاول. لكن الواقع العملي بتلاقي تزهيد في الحفظ، وان اللي بيحفظ بيتوقف على الحفظ. مش المهم يعني هي عايزه تزهد بس طرفين وسط. تمام. يبقى كتابة القرآن والقرآن هي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا في خلاص كل كلمة كده عليه ايه؟ بالحفظ، احنا بنتكلم على الكتابة هنا. تمام؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة، هو عايز يقول ثلاث مراحل، المرحلة الأولى اللي هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيكتب القرآن ولا لأ؟ كان بيكتب. طيب، ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر اللي هو الجمع الأول، ثم في عهد عثمان. خلاص؟ بيقول وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف. هو مش لذلك بس، وفي أسباب أخرى لم يجمع. إيه هي؟ خوف إن كان ما زال القرآن ينزل وينصف. كان لسه القرآن عمال بينزل، يبقى زي مصحف هو لسه القرآن بينزل، والآية مش بتنزل في يعني مش بينزل ينزل في الآخر، كان بينزل ينزل في النص. واضح؟ وفي نفس الوقت في ما ينسخ. تمام؟ ولذلك لم يجمع في المصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عصب النخل ورقاع الجلود، عصب وجمع عسيب وبريدة النخل، ورقاع الجلود ورخاف الحجارة وكسر الأكتاف. وكان القراء عددا كبيرا حفاظ يعني. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، تعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونه فقتلوهم. وفي الصحابه غيرهم كثير حفظان، فالخلفاء الاربعه وعبد الله بن مسعود وخالد مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ وزي ذلك. اللي هو حديث اللي هو ان كان يكتب في عصب النخل ورقاع الجلود ورخاف الحجاره وكسر الاكتاف. هذا صحيح البخاري، هذا سمعنا بعد كده في المحاسبه هيجي. يبقى ده دليل ان كان بيكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الأدلة على الكتابة؟ الحديث اللي فات معانا، حديث عثمان في الآيتين بتوع سورة البقرة الذين يتوفون منه. فقال له فلما تكتبها؟ قال لا أغير شيئا منه من مكانه. يبقى دي حاجة كانت مكتوبة في زمن مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده اللي هو ضعف شيخ ابن عليه، اللي كان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول بعض هذه الآيات في السورة اللي فيه التوفيق فاتت. يعني مثلا بس مش كان بيحفظ الصحابة، لا كان بيعمل ايه؟ يخليهم يكتبوا القرآن. واضح؟ طيب من ضمن الأدلة على الكتابة برضه ما ورد في نزول سورة الأنعام، حديث ابن عباس قال إن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، نزلت ليلا وكتبوها من ليلتهم. سورة الأنعام سورة طويلة جدا ونزلت بالليل. زمان كانت الناس بتنام بالليل، نزلت دلوقتي. صح؟ وكلها وكمان في زمن اضطهاد، عشان يقولوا في الاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا قبل مثلا كان زمن اضطهاد، ومع ذلك كتبت كلها في نفس ليله نزولها. ده يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم. وكتبوها من ليلتها. ابن عباس قال نزلت جمله واحده، نزلت ليلا وكتبوها من ليلتها. وفي قصه اسلام عمر الخطاب
لما دخل على مين؟ فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد. وكان قاعد يقرأهم من القرآن، خد الله يقرأهم من ايه؟ معاهم الصحيفة بكرة سوى الطه. هي صحيفة لا اسمها بقى احنا الاثار كلها مع بعض بتدي معاه وكان احدها بعض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. ده دل على ايه؟ كتابة القرآن كان شغال على اشده. وزيد بن ثابت قال كنت اكتب الوحي عند رسول الله وهو يملي علي، فاذا فرغت قال اقرأه فاقرأه فان كان فيه سقط اقامه. ودي يدل على ايه؟ على ان مثلا كان بيهتم بمراجعة المكتوب، وده هيفيدنا بعد كده في مراحل الجامعة اللي بعد كده في مرحلة أبو بكر. إن كان أبو بكر لما بيجي يجمع كان بيشترط اثنين شهود يشهدوا إن الحاجة دي كتبت بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة دي ولا إيه؟ ده تردنا على شبهة العزيمة في آخر براءة إن هو لم يجدوها إلا مع أبي خزيمة الأنصاري. إيه لما يجدوها إلا معه يعني ما حدش حافظها غيره؟ لا كان كلهم حافظينها بس يدوروا عليها إيه؟ مكتوبة. طيب نقف كده عند المرحلة الثانية ماشي؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.